السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، طلاب الصف الخامس. اليوم رح نحكي عن الوسيط والمنوال. شو يعني وسيط؟ شو يعني منوال؟ وكيف بنطلعهم؟ طبعا الوسيط هي القيمة اللي بتكون بالوسط، هي القيمة التي تتوسط البيانات عند ترتيبها تصاعديا أو تنازليا. بنرتب البيانات من الصغير للكبير أو من الكبير للصغير تصاعدي أو تنازلي. والقيمة اللي بتكون متوسطة بالوسط هي اسمها الوسيط. أما المنوال هي القيمة الأكثر تكراراً بين البيانات، هي القيمة الأكثر تكراراً بين البيانات. أول إشي بحكي لي أجد الوسيط لكل مما يأتي. عشان أنا بدي أوجد الوسيط لازم أروح أرتب مثلاً من الصغير للكبير تصاعدي. وين أصغر إشي؟ 10، 11، 13، 15، 20، 27، 30. هلا شو بروح بعمل؟ بدي أشوف اللي بالوسط بالضبط. هاي وهاي راحوا، هاي وهاي، بصير أشطب واحدة من هون واحدة من هون، هاي مع هاي، شو صفت عندي بالوسط؟ 15. معناته الوسيط هون كم؟ الوسيط 15، تمام؟ هسا هون بروح برتب برضو نفس الإشي من الصغير للكبير، بروح إيش برتب من الصغير للكبير. أول إشي عندي هون 270، 390، 310، 320، 355، 400، 430. هسه شو بروح بعمل؟ بروح بشطب وحدة مع وحدة، وحدة مع وحدة، وحدة مع وحدة. شو صفى عندي بالنص؟ قيمتين. لما يصفى عندي بالنص قيمتين، مش قيمة واحدة زي هون، عندي قيمتين. لما يكون عدد البيانات زوجي رح يصف عندي قيمتين. إذا العدد فردي قيمة واحدة هي بتكون الوسيط. إذا طلع عندي قيمتين شو بروح بعمل؟ بجمعهم 310 + 320 بقسمهم على 2، تمام؟ بروح بجمع ويساوي كم؟ 630 × 2 كم؟ 315. إذن الوسيط هون عندي كم؟ 315 يا خامس. إذن هون عندي الوسيط 315. إذن الوسيط برتب من تصاعدي أو تنازلي وبصير إيش؟ أشطب كل عددين مع بعض. اللي بضل عندي بالنص إذا ظلت قيمة بتكون هي الوسيط، إذا ظلت قيمتين باخذ العددين بجمعهم وبقسمهم على 2 وبطلع عندي الوسيط. هون عندي المثال الثاني بحكي لي اجد المنوال لكل مجموعه بيانات. المنوال هي القيمه الاكثر تكرارا، تمام؟ الاكثر شيء تكرر. هون عندي بحكي لي اعمار المشاركين في احدى المسابقات. في عندي 10 و11 و12 و13 و14 و15، هاي تكرارها 1، هون تكرارها 2، هون تكرارها 3، هون 1، هون 2، هون 1. ايش اكثر وحده تكررت؟ اللي هي ال 12. اذا المنوال هون يساوي 12، تمام؟ اكثر شيء تكرر. هون اصفر بنفسجي، اصفر احمر ازرق أخضر أصفر أخضر أخضر، شو أكثر إشي تكرر؟ الأصفر نشوف كم مرة؟ 1، 2، 3. الأحمر مرة، الأزرق مرة، البنفسجي مرة،
والأخضر واحد، لحظة، الأخضر واحد، اثنين، ثلاثة. إذا الأخضر والأصفر الاثنين تكرروا، معناته المنوال هون الأخضر والأصفر، المنوال الأخضر والأصفر الأكثر تكرارا للمنوال. بما إنه عندي اثنين مكررين أكثر إشي، معناته عندي هون المنوال الأخضر والأصفر. هيك بنكون حكينا عن الوسيط والمنوال يا خامس، ويعطيكم العافية.